السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ صباح الخير، رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. طبعا أنا أول شيء نزلت ضبطت الوضع، شغلنا الماكينات، جبنا الماكينات اللي بدنا إياها، حاولت نشغل المود القديم إنه أضبطه بس ولكن ما ضبط معي. هلا راح أحاول معكم، راح أفرجيكم إنه شلون راح نحاول إنه نرد نعيد تنشيطه على الأرض اللي إحنا حاضينها ونكمل عليها. يعني أكيد أنتوا راح يصير عندكم هيك حالة، وأنا تقصدت أساسا أوقف الفيديو او اوقف شغلي الفيديو الماضي لهذا السبب. فاليوم راح اول شيء اشغل الماكينات. في عنا ارض عم نحصدها، في عنا ارض عم نحرسها، تمام، وفي عنا بس الله نفضي الماكينات مشان خليها تمشي، تمام، وان شاء الله نكمل، ان شاء الله بنكمل وبنشوف شو هي الشغلات الناقصه بنظبطها، بنظبط الارض، لان انتم مثل ما انكم شايفين صارت الارض خطوط خطوط وهي تقريبا راح تخلص، بس يمكن لانه هو المود معير يعني او مخططينه لأراضي صغيرة، فأنا عم بشتغل على أراضي ضخمة، فهي المشكلة الأكبر أتوقع ذلك. طيب هلا أول شيء رح بلش بهي الحصادة، بس خلي تفضى أو خليني أبلها، خليها تشتغل هي، أروح أشتغل بالمحراث. يعني المحراث شو ما اشتغلوا عادي، يعني شو ما خبطوا يمين شمال عم تحرس الأرض، فخليه يخلص هاد لأنه هيك غلط. أنا بدي اشغله بغير اتجاه، والله خلاص خليه يرجع هيك، نسأل معوض الطريق. طيب بنحطه وبنقول له روح تيسر. هلا هون في عنا مشكلة، بس لا اول شي هي، هلا هون اذا انتو شايفين صارت تحرس بشكل جيد بدون اخطاء، تمام، من هيك الحاسس يعني ما في عنا غلط. شوف هون حاسس نظامي، اما هاي المركبة ليش واقفة هي؟ هذا شكله صاحبنا في عنده مشكلة، ما عم يحصد غير الخط النصاني، يعني لو ترون اكسيوي اسرع لك يا شيخ. طيب هلا اول شي ايش رح نساوي؟ بدنا نرسم الارض. هو شوف اتوقع هو نحن نواجهنا هاي المشاكل لانه الارض كبيرة، تمام. هلا هي لو ارض صغيرة فشفتوا انتبهتوا ارضي انا خلصت بسرعة، فاتوقع هو هذا السبب الرئيسي لهذا الشيء. طيب راح احاول هلا ادور ايش هاد. حلوة هي، بالغلط قدرت احدد الارض اللي بشوفها، طبعا انا هون بقدر اصغرها. طيب هلا حطينا الماكينة لنشغلها، نشوف لوين بدها تروح تشتغل، شلون بدها تسوي. عملت شوية تعديلات عليها، ان شاء الله يعني تكون تاخذ الارض بشكل سليم او تبلش تحصد بشكل جيد او تحرس بشكل جيد مشان ما نشوف. طبعا اليوم هو الفيديو هيك رح يكون يعني بس بسيط جدا خفيف، ما بدي اتقل عليكم، وبنفس الوقت مشان نتعلم نشوف شلون عم نشتغل هون، لان يعني المحاريث فيها مشكله. بشوف هذا عم يشتغل على الفاضي، تعال وقف وقف، وين رايح انت عمو؟ تعال روح دور اللي هذيك. المحاريث بلشت تشتغل على الفاضي، اتوقع هي المشكلة الأكبر اللي صايرة معنا، إنه نحن شغلناها بدون يعني الأراضي هي أو أتوقع إنه هن لما صمموا المود هاد صمموا له أراضي صغيرة، وأنا عم بشتغل على أراضي كتير مرة، يعني كبيرة هي الأراضي تعتبر يعني مرة كبيرة، فأتوقع هذا هو السبب اللي هو ما عم تزبط معنا. فلذلك راح أحاول، بس هي بالرغم من ذلك انه هي ستشغل بشكل جيد. هلا راح ادبر شي ارض صغيرة ونجرب عليها ان شاء الله بالفيديو الجاي، هيك بنشوف انه هيك ارض فرستوكي مثل ما يقولوا، او ابلش لعبة جديدة بس مشان المود، اشرح لكم عن المود، اشرح لكم كل اشي، وبنفس الوقت هي ناخذ ارض وتكون جاهزة للحصد وتكون ارضها صغيرة مشان فورا افرجيكم شلون راح نحصد الارض بشكل كامل وهالشغلات هاي. طيب هلا اول شي لانه اليوم شغلنا محصور ضمن وين الآلية تحت، مع انه اليوم شغلنا محصور بهون، فايش راح نعمل هلا؟ بعد ما نفضي هاي بدي روح ابلش اجهز البقر، نجهز لكم اياها ان شاء الله، بنظبط الوضع اكثر واكثر، يعني بيكون تقريبا بدك تقول يعني نبلش ننتقل على شيء جديد باللعبة هاي. ان شاء الله بالفيديو الجاي راح ننزل لكم مود نشرح عنه شلون نتحكم بهذا، يعني مو مود، بالفيديو الجاي راح انزل لكم فيديو اشرح لكم هذا المود
واللي عنده اي سؤال او اي استفسار بهذا الفيديو انا بتوقع اكيد انه انتم حتشوفوه، لان يعني الفيديو انت عم بنتبه عليه بس اتاخر شوي بالتنبيه. طيب هلا بدنا نروح نجيب حيوانات خدمة، بدنا نجيب البقر ونشوف الحصن ايش بدها ونظبط الوضع اليوم ان شاء الله ونفهم ايش شغله هي الاشاره الزهريه طالعه لنا هون. طيب اول شيء بنشوف الوضع الحيوانات من هون، نجي لهون بنشوف في عندي انا بقر، والله جايب بقر 1 2 3 4 5 6 بقرات عندي. تمام هلا وضع الحصن بدهم شوية أكل بس، التنظيف ال وين النظافة؟ الكلينكس ما في كلينكس، ليش ما في نظافة يعني؟ على الحصان، هي من هي الشغلات بنظفها من الحصان. اي صح. في عنا هون طبعا بس حاطين كلينكس 100%، بس ما عندهم مي، ما عندهم ستراي، ما عندهم شيء ابدا. فاليوم بدنا نحط لهم مي اول شيء، هذيك تريت المي، بنروح بنجيب المي، بنحط مي ستراي فضيناه نحن اليوم كلياته ومعنا ستراي. نايس. هلا شلون بدنا نشيله؟ مساري ما عندي، انا بكسر ب3000. نايس جميل هالحكي. طيب في سؤال تذكرت انسألت عليه كتير، بالمي في شاب بنت معلقة عنه، المي ما عم تزبط معها. شوفي المي، في المي انها عدة طرق لتجيب مي، عندك الطريقة الأولى واللي هي بالحنفية أنا حكيت عنها قبل، وفي عندك هذا الخزان تشتري من السخين العبي. ثواني شوي أشرح لك شلون. طبعا وفي كمان بقلب الماب بيكون في هيك خزان طويل موجود بالأرض واقف، هذا كمان بيصير تاخذ منه مي. ده خلصنا ايش مع باب المي هذا؟ الله أكبر. هو في شيء بس ما بعرف شو. المهم في عندك هذا الخزان، بس اتوقع هذا الخزان كان تعبيه ماني متذكر بالضبط. وفي عندك هون البقر، هاي البقر هون، اوف نايمة هذا الحجي، قوم حجي صحصح. وفي عندك الحنفية، وفي عندك النهر، النهر بتنزل تريلا وبيجي مي فيها. هون شكله غلط. حلو هاي هون، اتوقع هاي المي هون، بس هون الاكل شكله. لا هاي المي صح. تمام هي فضينا مي. وين حنفية انا حطيتها؟ تخيل انه انا نسيت وين حاط الحنفية، موقعها. طيب كلها بس هلا معبينهم المي، بنروح نجيب لهم شوية ستراي. هلا الستراي شلون وقتها فرطته بالارض؟ شلون فرطته؟ شلون فرطته؟ والله نسيت انا شلون فرطته. يمكن عندي تريلة ستراي، ما يمكن. شوف هذيك صح تريلة ستراي عندي. طب خلينا نصف التريلة هون. ليك التريل تستري شوي فينا. فضل بس بدنا ناخذ كم قطعه ستري، هي هون ستري جنبها موجودات محطوطات هون، نشيل كم قطعه نروح نوديهم. جميل. طبعا انتم شايفين انا عم بلعب بالليل، هلا اذا الفيديو طول شوي صار طويل راح اكمله انا لحالي، وراح اعمل شيء انه يعني لو انه طولت ما في مشكله، راح اخلص العقود، راح اخلص كل شيء وانزل لكم اياه فيديوهات سريعه. تمام وبنفس الوقت بجاوبكم يعني تتعلموا، يعني حتى انه ما عم بحكي بس انتم عم تشوفوا ايش عم بعمل، راح اكتب لكم بالعنوان ايش عم بسوي انا بالضبط عشان فورا انت بتعرف وتصل فورا الجزء اللي بدك اياه انت. فهمتوا علي؟ طيب هي البقرة انا حطيتهم جنبهم، بس الستري وين حط؟ الله اعلم. هلون الحليب شوف، يا هون الستري يا هون. هلا هون اكيد لا، هون اكيد لا، يا هون هذا لا هون ولا هون مصيبة، معناته هون. لان اذا مو هون مصيبة حرفيا بجد الله مصيبة. صح هون. شوف شلون الارض بلشت تعبي ستري، ايش ما مبين؟ مبين. شوف الارض شلون تعبت ستري. طيب هلا بس في شغله، نحن بنقدر نحول مكان التنزيل على اليسار. تمام يسار على اليسار، وهلا بنقول له فضي. طبعا ليش انا عم بفضي؟ عشان بس يحتف. اوه شت 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 قربنا كثير.
عشان بس يحتاجوا الأرض موجود عندهم جاهز، ما يوجعوا راسهم. وطبعا بدل أرض مباشرة يعني بتجيب أشيله بألف شغلة، في عندي مليون شغلة بقدر أشيله فيها. ضل 1050، يلا ضلها شوي. تمام خلصنا فضيناها. طب خلينا نحط هي هون. طبعا هو هلا شوفه كتير، هلا بس جبت بقر راح يخلص. هلا بهذا الفيديو ان شاء الله ما راح الحق يعني اسوي لون، يعني انا ما عندي مصاري صدق كسر 4000 وشوي. وبالفيديو الجاي راح يكون فيديو سريع راح اخلص العقود هاي. الفيديو وين وين هذا هو الفيديو اللي بعده، او بعد ما يخلصوا الاربع خمس فيديوهات، مو اربع خمس، اثنين فيديوهين ثلاثه راح نحطها انزل لكم اياها كل يوم. بصير معي مصاري بعد ما خلص العقد، رح يصير عندي مصاري بروح اشتري شو اسمه. هات يا معلم. نعم حظي. رح اروح اشتري ماكينه اللي بتلم العشب وليس اللي بتحصد العشب. انا عندي الحصد وعندي ماكينه تسوي طبيعي، بس انا ما بدي هدول اثنين، بدي ماكينه بتلم العشب مثل ما هو، تتركه هيك تتركه مفروض، فهمت شلون؟ فرح نشتريها الفيديو الجاي ان شاء الله. ولهون بيكون وصلنا نهايه الفيديو، ما ضل في عندي حكي كثير، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم وصلتوا لهي الثانيه. ان شاء الله بالفيديو الجاي بنكمل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع على خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.